ممكن تغني له غنية هلا لحتى ترجع تشديه للعريس. اه عايزة صوتك حلو موهوبة. يلا طب هاتوا لنا مية، احنا كنا بنمثل اصلا. اه اوكي، عايزين نغني ايه اللي بدك تبقى انت وعريسك بقى، ما خصنا نحن. طب انا هغني لكم، عندي اغنية بتاعتي جديدة. بيرفكت، يلا بقى لسه نوفي، يعني اول مرة هغنيها في حتة هوني. هنا أوكي. بس هغنيها بقى معاكم بلاي باك. يلا هيا هيا. اعتقد ان الاغنية دي كل حد بيتجوز ها نفع يعني هيعجبه. انا قالوا لي اوفر. يلا
بذمتك. وهيدي الليله مش اي ليله لان انتم موجودين معنا هاني وبايس. مبروك. شفت بقى يا بيبي بحبك ازاي؟ لا ده انت هيجي لك افراح كده يا رب. كده لسه هفكر مبسوط بذمتكم. حلوه عجبتكم؟ مين كاتبها؟ دي كلمات خالد امين والحان محمد رحيم وتوزيع احمد عادل واستوديوهات هاني محروس. بنجرى تحيه كلياتهم اربع فنانين. بس ايه تاني؟ مبروك مبروك لك. خلص هيدي هتفول عليك بالعرس. انا بعرفك اول بس شيء. لا غناء مين؟ ميرسي ربنا يخليك. انا لما بسمع الاغنيه دي انا بجد عايز انا برقص كده في البيت يعني. وانا قاعده في البيت بقعد اعمل كده عليها كده. لما بعيدك بتوصل. ايوه ما بعرفش اقعد اسمعها واقعد اعمل بقى نفسي دلوعه وكده. ما بعرفش عايزه انط واعمل كده. يا رب الناس يحبوها ان شاء الله. لا لا اكيد عايزه.